السوري مش هيبقى معروف دعم من ضد من، وكان السؤال هل هيبقى الحل سلمي وسياسي ام حل عسكري. لكن قبل ما نجاوب على موضوع سوريا، تعليق حضرتك على ان استاذ محمد مثلا شايف ان القوائم هتبقى بعيده تماما عن اعاده الترشح مره دي اخرى. الحته اللي انا كنت عايز اعلق لك عليها. صحيح طبعا مستحيل انك انت عندما تتحدثي، لانك انت اذا حددت ميعاد اخر وفتره زمنيه اخرى الموازين القانونيه لبعض المرشحين اللي داخل القوائم هتختلف. هديكي مثال واحد، صحيفه الحاله الجنائيه اللي بيخرجها المرشح دي بعد فتره زمنيه تسقط، بعد الفترة إذا أجلت هذه الانتخابات إلى شهر أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة وصحيفة الحالة الجنائية سقطت، ماذا سوف يكون الحل؟ الجزئية الثانية أنه ما يترتب على النص القانوني من إجراءات، بمعنى أنه تحديد الموعد الخاص بالانتخابات هو ما كانش مطعن دستوري، ورغم ذلك اتلغى، لانه القانون اللي على اساسه تم تحديد تقسيم الدوائر واللي على اساسه ترتبت الميعاد الانتخابات اتلغى، فخلاص ده اخذ ده ما بني على باطل فهو باطل حتى وان وجد نص. وبعدين ما بني على باطل فيبقى كله باطل، كله باطل مش جزء. طبعا. وبعدين اذا خدت الانتخابات ما تاخد، هو انت النهارده خدت الفردي فالفردي عندك فيه مشكله، فهتعيد الانتخابات من جديد وتسمحي بترشحات جديده وتسمحي بناس تخش جديده وناس قديمه تخلص والقائمه عندك تبقى ثابته. طب نفترض في قوائم جديده ارادت ان تتدخل بعد فتح باب الترشيح من جديد، هتعملي معاها ايه؟ المجمل العمليه الانتخابيه من وجهه نظري كرجل قانون قبل ما اكون محلل سياسي انتهت. طب هسال حضرتك السؤال من وجهه نظر ثانيه، لو كان عندنا برلمان وبعد كده بقى في ضعن على دستوريه القانون المتعلق بالفردي، البرلمان كله بينتهي، البرلمان كله بينتهي بما فيها القوائم، ما بتبقاش القوائم بمنأى بقى في الحاله دي. الفردي مش هتلغيه وبعدين تعمل انتخابات بالفردي وتقسم الدوائر على حسب الفردي والقائمه بتفضل هي شغاله في البرلمان. اذا وجد اي نص دستوري، اي نص قانوني مرتبط بمطعن دستوري على عمليه كبيره الا اذا النص منفرد، يعني لو قانون، لو انت امام انتخابات فرديه بس ما عندكش قوائم، وانت الانتخابات الفرديه في حد ذاتها او قانون تقسيم الدوائر في حد ذاته تم الطعن عليها دستوريا، يبقى انت خلاص بتتكلمي عن الفرد بس. لكن انت عندك الانتخابات عنوانين، عنوان بالقايمه، جزء من القايمه، والقايمه هي هتمر ايضا بنفس الدوائر والتقسيم، ثم عند فردي هتقول الفرد يسري او ده مطعن دستوري والقائمه تسيبيها موجوده. طب قعدنا حددنا، وبعدين لو كده طب ما نعمل انتخابات القائمه بقى. لا هقول لك حاجه، لا لو هي يعني بالشكل ده، لا سؤال بس انا بفكر بس، لا سؤال تاني، حددنا الانتخابات بعد سنه، القوائم دي حد مات لا قدر الله، يعني حد حب يعدل عن ترشيحه، هتعملي ايه فيها؟ تسقط القائمه بالكامل ولا يدخل قائمه جديده؟ الانتخابات الجديده التي سوف تجرى بميعاد اخر هيكون من وجهه نظري القانونيه وهو الاصح، ان صح يعني ان كنت صحيحا في هذا النطاق، سوف تكون مفتوحه امام الانتخابات بالقائمه وامام الانتخابات بالفردي عند تقسيم الدوائر من جديد، لانه قد يرى المشرع بانه مثلا عند تقسيم الدوائر من جديد ان يكتفي بالانتخابات الفردي ويلغي القائمه. فتكون وجهة نظر موجودة. نعم، لسه هنرجع تاني نتكلم على الانتخابات من منظور المؤتمر الاقتصادي. اتفضلي. يعني لسه، لكن اخلص الاول موضوع سوريا. خلص. حل سلمي وسياسي ام حل عسكري تعتقد؟ القضايا العربية بالمجمل في امس الحاجة الى حل سياسي، ابتداء تبحثي فيها عن اطر حل سياسي، بما فيهم القضية الليبية المختلف عليها. واليمن؟ والقضية اليمنية، والقضية العراقية، عندك واقع معين داخل العراق. مرتبط بداعش ومرتبط بشكل من أشكال الحكم الطائفي بدرجة أو بأخرى تختلف أو تتفق معه، وعندك واقع موجود داخل لبنان عندك فيه إشكالية خصوصا في مدينة عرسال وانتخاب الرئيس اللبناني معطل حتى هذا التاريخ، وعندك إشكالية موجودة بين المغرب وبين الجزائر مرتبطة بالصحراء الغربية وجبهة البوليساريو، وعندك مشكلة موجودة في السودان بعد انفصال الجنوب والحديث عن دارفور وانفصاله وغيره. فانت عندك مناطق توتر ومناطق ملتهبة في العالم العربي. حصر قضية الإرهاب في دولة معينة ولجماعة معينة خطأ. أنت بتتحدث عن الإرهاب، بتتحدث عن الإرهاب المسلح بتنوعاته وأيديولوجياته. مش قضيتي في الإرهاب إنه ده صاحب أيديولوجية إسلامية وده صاحب أيديولوجية ليبرالية وده صاحب أيديولوجية شيوعية وده صاحب أيديولوجية اشتراكية. أنا قضيتي في الإرهاب من هي الجماعة المسلحة التي تعيق الدولة عن أداء دورها وتفرض سيطرة على الأرض بعيدا عن قوة الدولة ومقدرات الدولة. فلازم يكون نظرتي للإرهاب ده، إذا أنا تدخلت داخل الساحة الليبية ضد أنصار الشريعة فقط،
او ضد اخوان داعش فقط بدون النظر الى غرفه صوان ليبيا او الصواعق والقعقاع او رف الله الصحاتي او مجلس صوره صور بنغازي، انا حطيت نفسي في مشكله ما اعرفش مداها ايه والى حد كبير جدا توتراتها ايه وعنصر الصراع الموجود بالنسبه لها ايه. فانا من الأهمية أن أنا أنظر وأنا بتحدث عن مواجهة الإرهاب أنظر إلى مواجهة الإرهاب بأيديولوجياته المختلفة. أنا في الأول وفي الآخر عايز استقرار دولة. عندما أقيمت حرب أهلية في لبنان وسمح للقوات السورية بالدخول إلى لبنان سنة 1976، دخلت القوات السورية بغطاء عربي لإخماد الحرب الأهلية، ما بصتش الموارنة ضد المسيحيين أو ضد الشيعة أو ضد السنة أو غيره، هي دخلت لإخماد الحرب الأهلية بالكامل. نعم. طيب عايزة أقول لحضرتك كمان الخبر العاجل الذي جاءنا الآن نقلا عن قناة العربية، وهو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطالب الحكومة بتعديل قانون الانتخابات خلال شهر واحد على أقصى تقدير، وبيشدد على تعديل القانون في أقرب وقت ممكن وفي أقرب فرصة ممكن. يبقى الحكومة هتكون عازمة النية على أنها تقوم بهذا الإجراء، وهو رئيس السلطة التنفيذية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو موكل إليه هذا الأمر بدرجة أو بأخرى. الحكومة تستطيع، يعني تستطيع أن تعدل القانون اليوم فتعرضه على محكمة القضاء الإداري غدا، فبعد غدا يصدر حكم وهكذا، نحن نملك ده. يعني نداء أستاذ محمد أنور السادات سمع. تم الاستجابة إليه سريعا أن هي خلال شهر بإذن الله. طيب ده فيما يتعلق بالدول العربية والمشكلات اللي موجودة فيها، لكن عايزين بقى نربط موضوع المؤتمر الاقتصادي وإجراء الانتخابات. البعض كان بيربط المؤتمر الاقتصادي ونجاحه بأن جزء من نجاحه ان احنا هنبقى خلاص بننهي الاستحقاق الاخير. لا، انا متصور شقين مختلفين. انا من الاهمية كدولة ان يكون البناء السياسي بالنسبة لي مكتمل، وان يكون عندي سلطة تشريعية تنظر اليها الدول اللي جاية تستثمر عندك او الدول اللي جاية يعني تعمل مشاريع اقتصادية عندك بان بنائك التشريعي مكتمل، وان الى حد كبير جدا ليس بيدي هوى الحكومة بدرجة او باخرى. دي مشكلة. فهو كثيرين بيربطوا بين الطرفين على اعتبار ان وجود البناء التشريعي قد يكون عنصر تطمين وعنصر تهدئه للاطراف اللي جايه تستثمر عندك، لكن المساله لما بتكون بيد سلطه تنفيذيه او بيد حكومه او بيد وزاره معينه بالتاكيد يعني مش هتقدر تنزهيها عن الهوى بدرجه او باخرى، او ازاله توجسات او تخوفات الاخرين حتى بصرف النظر عن حسن نيتك او سوء نيتك. القضيه مش في دي، القضيه ان لما يكون عندي بناء تشريعي وعندي سلطه تنفيذيه وعندي سلطه قضائيه مستقله وعندي صحافه لها رؤيه ولها ومشاركة في الإصلاح والتنوير للمجتمع، إلى حد كبير جدا ده بينعكس عليكي بالنسبة للي جاي يستثمر عندك. هو اللي جاي يستثمر عندك عايز يأتمن على أمواله بدرجة كبيرة، عايز يجي يستثمر أمواله في بناء اقتصادي وبناء سياسي وبناء اجتماعي مستقر عشان يبقى موجود عنده عمالة، عايز إلى حد كبير جدا عندما يتوسع في استثماراته الى حد كبير جدا تكون فرص العمل وفرص العمالة بالنسبة له متاحة بدون يعني اي ضيق او ضجر من شيء ما او توجه ما او واقع ما قد يفرض حاله. والقانون هيبقى هو قانون ساري سواء في وجود برلمان او في وجود هذه الحكومة او حكومة لا اخرى لا متعلقة بعد البرلمان لا اللي بعده. لا طيب هو ده ممكن يبقى كل القوانين اللي انت هتعمليها النهارده في اول البرلمان ما ينعقد كل القوانين دي هتعرض عليه. طيب ما هو ده ممكن ياثر على العمليه الاستثماريه، قانون الاستثمار اللي بنتكلم عنه. انا بقول لحضرتك اي قانون عملتيه غير الاستثمار حتى بما فيهم قانون تقسيم الدور، بما فيهم قانون الانتخابات البرلمانيه، بما فيهم قانون الانتخابات الرئاسيه. طيب معنى كل كده كل قانون صدر بعيدا عن سلطه التشريع الاصيله الموكوله بحكم الدستور سوف يعرض عليه. طيب انا دلوقتي مستثمر وجيت مصر قدمت استثمارات بناء على قانون الاستثمار اللي المفروض ان هو انجز وما عنديش برلمان، اذا النتيجه هتبقى ايه؟ نرد بعد الفاصل. استاذ حضرتك نخرج للفاصل.